تم المحاضرة، آخر شيء أخذنا أنه ممكن إحنا بالموديل بورغوني أند يونغ موديل نقدر نحسب الفورميشن بريشر بالمعادلة رقم 19 اللي هي هذه كوفيشنت A1 ثرو A8 must be chosen to local drilling condition، يعني في المنطقة اللي إحنا نحفر بها لازم نحدد A1 إلى A8. إذا ما عندنا previous data are available to determine the coefficient A2، وإن ما عندنا داتا سابقة حتى نحدد الـ A2 إلى الـ A8 للمنطقة، نأخذ هذا الـ average بهذه المنطقة الـ Gulf Coast، الـ A2 هجد بتساوي الـ A3 وهكذا. بس إحنا بالسؤال نعطينا إياها values given are for mild tooth bits only use A7 equal 0 for inzer bits. بالنسبة للإنزر ناخذ A7 تساوي 0. وإذا ما عندنا بيانات في هذه المنطقة نكون نستخدم هذه البيانات بشكل عام. ناخذ الإكزامبل 10 شلون نموديفاي the drillability parameter data شلون in table 16 were computed from penetration data obtained in shale formation in the US Gulf Coast area. Values of K-P were computed for 15 feet depth interval to dampen fluctuation in the computed result. يعني ناخذ الفترة 50 feet تعتبر قصيرة حتى ما يصير عندنا تناقض بالقيم صاعدة أو نازلة. Estimate the formation pressure at 13,000 feet using the Borgoini and Young drilling model. The slope of the normal trend line A2 was determined to be 19 feet 10 to the minus 6 حسب ما أعطانا إياه بالجدول. 90 في 10 وسناقص 6 ل A2. The average overburden exponent A4 was determined to be 36 feet 10 to the minus 6 by regression analysis of drilling data collected on previous wells in the area. يعني هي في المعادلة هنا المعادلة مال الجي بي نحتاج شنو؟ هاي مال الجي بي نحتاج الـ A1 والـ A2 والـ A3 والـ A4 كلها موجودات حسب هذه الداتا. الحل لما modify the availability parameter اللي هو K-P data is are plotted as shown in figure 6-21 using the Cartesian coordinates. هذا ال 16 هاي القيم نفسها مع البارامتر يعني مثال السابق او يمكن غيرنا شوية الدبث هنا وحسب المودفايد دريلبيليتي بارامتر الكي داش بي في هذه المعادلة. المعادلة يا هي هنا مو هذه المعادلة، معادلة هنا ال 18 طبعا كي بي لازم جابها فسطر الكي بي ضربه بالاي 4 طلع لنا هذه طلع الكي بي داش يونت وقال انه في هذا الجدول كل عمر اكو ديف كي داش كي داش موافقة اللي هي هذه القيم. Example modify the drillability parameters obtained in US Gulf Coast area shell. وهو أيضا حط حسب الشكل هذا شكل هنا عندنا example modified availability parameter plot هنا depth هنا طبعا ال K-B ورسم ال trend line مالتنا normal pressure هذه القيم pressure depth طبعا بدأ بال10,000 هاي القيم هنا والقيم مال abnormal pressure هون هذه القيم فأيضا بالعمق 13,000 حسب انه بال10,000 عندنا النورمال 1.94 و13 بالابنورمال بريشر هون صارت
K-V5.5. واضح؟ النورمال بريشر ترند لاين بهذه النقاط رسمة، اللي هو الكي داش بي يساوي لنا 2.84 هذا الانترسبت زائدا السلوب 90 × 10⁻⁶ في دي، هذا معادلة هذا الخط اللاين، الخط الافقي اللي هو مثل النورمال كونفكشن لاين. شلون نحسب الجي بي فورميشن بريشر؟ يساوي لنا حسب المعادلة اللي هي 19 الرو ان 8.94 اللي هو كوفلنت سيركوليتنج دنسيتي از مود دنسيتي ان باور اند ماس بير جالن ويا من ويا المعادله لل 0.465 الجراديانت. الكي بي داش حسب ال بال 13000 عندنا 13055 5.28 او حسب الرسم 12900 5.15 طلع حنا الرسم 5.515 ناقصا ال A1 1.94 ناقصا ال A2 20 × 10⁻⁶ في 10,000 ناقصا دي 13,000 ال A3 100 × 10⁻⁶ في 13,000 في 2.69 زائدا ال A4 35 × 10⁻⁶ في 13,000 يطلع ال GP يساوي لنا 15.6 pound mass per gallon. طلعنا ال هنا طبعا ايضا في هذه الحالة يعطينا اياه ال بريشر جراديانت از دنسيتي، اذا نطلع البريشر جيت 0.052 في الماس 15.6 في 13,000 العمق يطلع لنا 10,546. فاذا من هذا البارامترز او هذا الموديل ممكن احنا نحسب الفورميشن بريشر جراديانت. Drilling performance data other than penetration rate that sometimes give an link، يعني التغييرات الاخرى والبيانات الاخرى للحفر غير penetration rate sometimes give an indication of formation or pressure، ممكن تنطينا بد مؤشر على الفورميشن بريشر انكريز. Include rotary torque during drilling، كل ما عندك قل الروتري عندك يعطيك indication انه شنو زاد الفورميشن بريشر جراديانت. Frictional drag during vertical drill setting moves، مقدار الاحتكاك نتيجة الدراج السحب خصوصا بالvertical wells. ثلاثة hole fill or accumulation of rock fragments in the lower part، يصير عندك عملية نقل الفتات تكون غير دقيقة الكاتنز، فيصير عندك البئر يمتلي بالكاتنز بالأندر lower part of the borehole، هاي يعطيك indication لتغير الformation pressure غير بيانات البنتريشن ريت. هذه هي الطرق خلينا نقول الثلاثة أو الأربعة لحساب الفورميشن بريشر باستخدام الدريلينج داتا وبالذات الريت أو بنتريشن والعوامل المؤثرة عليها. نجي إلى الجزء الثاني من الموضوع وهو الفورميشن فراكشر جريد ريزيستنس، أي أنه حسابات او تقدير مقدار الفراكشر جراديانت ضغط التكسير للطبقات، وقلنا يعتبر هذا مهم في عمليات الحفر ولازم احنا تكون عندنا فكرة معينة لقد قيمته حتى من
نصمم المدنسيتي لحفر البئر عند أي نقطة معينة من العمق، ما نتجاوز هذا الفراكشر جراديانت، وبالتالي يصير عندنا تكسير لهذه الطبقات ونفقد سائل الحفر داخله. When abnormal formation pressure is encountered، عندما هذه الطبقات ذات الضغط العالي الغير اعتيادي يعني صادفنا، the density of the drilling fluid must be increased، كما قلنا لازم نزيد المد density to maintain the well bore pressure above the formation bore pressure to prevent the flow of fluids from permeable formation into the well، حتى منها ما يصير عندنا الكيك. The general subsurface stress condition can be defined in terms of sigma x, sigma y and sigma z are shown in figure 6-4-5. الستريسز بالحالة الاعتيادية، ستريسز في أي منطقة من المناطق أثناء عملية الحفر، عندنا example هذا underground stress distribution in relatively young the lactic sediments delta، يعني بالترسبات مال formation delta عندنا النورمال ستريسز هي هذه، هاي سيجما هاي دي، عندنا سيجما زد وسيجما واي وسيجما اكس ثلاثة حسب الكوردينيت مالتنا، والسيجما اكس اعلى من السيجما واي والسيجما واي اعلى من السيجما اكس. ريفر دلتا هنفترض انه عندنا ترسبات نهرية هذا السي ليفل، فهاي الفورميشن متكونة باحتماليات الفولتينج هي فولتس، هاي نورمال فولتينج. فاذا اخذنا مقطع من هذه الصخور او الترسبات انكبرناها هنا، نريد نشوف الستريسز المؤثر عليها، فهاي بريفيرد فراكتشر بلين، هذا هنا ممكن يصير عندنا الفراكتشر في هذه الصورة. طبعا ها شو تمثل؟ ها تمثل فراكتشر، هاي الطبقات نتيجة الفولتس فوالق هذه. فالفراكتشر هذا خدنا بالفراكتشر يعني هذا الاليمنت هذه بها الفراكتشر هذا بهذا الشكل، سيجما اكس سيجما زد من الاعلى اوفر بيردن بريشر، واثنين تو ستريسز افقيه اللي هي سيجما واي وسيجما اكس، واضح؟ ففي هذه الحاله عندما سيجما واي اعلى من السيجما اكس فراح يصير عندنا تحرك الفراكشر هنا، وتتحرك هذا الجزء ونروح بهذا الاتجاه الستريسز الاعلى. سيجما زد اللي هو ان جنرال معادله مالته الاوفر بيردن بريشر سيجما زد يساوي لنا او سيجما الفيرتيكال ستريس يساوي لنا سيجما او بي ماينس البريشر الفورميشن بريشر. نال اوفر بيردن مال من؟ مال الطبقات، كتله الطبقات عند اي عمق اللي فوق يمثل لنا الاوفر بيردن نسميه ستريس، ناقصا اللي عاكسه هو الفورميشن بريشر ضغط السوائل داخل البورز بالصخور. فالمحصلة انه الستريس العمودي هو يساوي لنا سيجما اوفر بيردن ماينس البور بريشر. فإف ذا سيديمنتس ار اسيومد تو بيهيف بلاستيسيتي، يعني اذا افترضنا انه هذه الطبقات نتيجة الضغط والستريس تتحرك elasticity بشكل مرن، واضح؟ The horizontal strain sigma x التحرك او deformation باتجاه ال x ال x axis can be expressed using Hooke's law، حسب قانون Hooke's law اذا هذه الطبقات صار بها plasticity elasticity deformation فال epsilon x باتجاه ال x يساوي sigma x على الـ E ماينس ميو سيجما واي على الـ E ماينس ميو سيجما زد على الـ E، وهذا طبعا قانون هوك. Where E is the modulus of elasticity and ميو is Poisson ratio.
for compressed stroke caused by sedimentation, the horizontal strain. الطبقات المضغوطة نتيجة عملية الترسيب. The horizontal strain is epsilon x is essentially zero, and since the horizontal stress sigma x and sigma y are approximately equal, فسيجما x يساوي لنا سيجما y، هذا يساوي لنا صفر، يساوي لنا ميو على 1 ماينس ميو سيجما z. إذا السيجما x horizontal أفقية والسيجما y إذا يكون هنا هي يساوي لنا شنو؟ سيجما h محور أو الستريس الأفقي، وعلاقته ويا السيجما z هو ميو على 1 ماينس ميو سيجما z. هاي المعادلة 20. والسيجما h denotes the average horizontal stress، معدل الإجهاد الأفقي. Techniques for determining formation of fracture pressure like those for determining pore pressure، يعني الطرق اللي استخدمناها في حسابات الفورميشن بريشر جريدينت هي ممكن تستخدم بشكل كبير ويا الفورميشن فراكتشر بريشر. انكلود 1 بريدكتيف ميثود اند 2 فيريفيكيشن ميثود. بريدكتيف يعني اللي هو تنبؤيه، طرق تنبؤيه نحسب بها الفراكتشر جريدينت. والفيريفيكيشن ميثود لا، هي طرق التحقق من هذه البريدكتيف فورميشن ونحسب الفراكتشر جريدينت بشكل دقيق. الفيريفيكيشن ميثود التحققي. Prediction of fracture pressure. Some formation of fracture pressure is affected greatly by the formation pore pressure. يعني الفراكتشر فشر جريدينت او الفورميشن فاكتور هو يتاثر بمن بالفورميشن بروشر قطعا. The more commonly used fracture pressure equation and correlation include طرق اللي مستخدمه اللي هي تربط لنا بين فراكتشر نحسب بها الفراكتشر جريدينت. correlation هي الهوبرت اند ويلس equation، معادله هوبر اند ويلس، يعني الماثيوس اند كيلي كورليشن. ثلاثة البيني بيكر كورليشن. أربعة الإيتين كورليشن. خمسة ذا كريستمان كورليشن. والآخر الماكفرسن اند بيري كورليشن. طبعا هذه كلهم طرق لحسابات الفراكتشر جرين، كلها بأسماء الباحثين والعلماء اللي هم سواهن هذه الطرق. هي هاي أغلب الطرق المستخدمة في حسابات الفراكتشر جرين. بعدنا الهوبرت أند ويلس إكويشن. The minimum wall bore pressure required. أول طريقة الهوبرت أند ويلس إكويشن لحساب الفراكتشر جرين. The minimum wall bore pressure required to extend an existing fracture was given at the pressure equal to the overcome the minimum principal stress. يعني احنا حتى نسوي اول شق او تكسر بالطبقة هو لازم انه البرشر المسلط required حتى يتغلب لنا على اقل stress، أقل سترس الأولي أو خلينا نقول initially في الصخوة، واللي ممكن نسميه ال P fracture gradient. fracture gradient يساوي لنا سيجما مينيمم زائد ال PF. The pressure required to initiate a fracture in a homogeneous isotropic formation، يعني إذا الستريسز المطلوب أو لي أو البرشر المطلوب حتى يحف
ينفذ لنا او يبدا لنا اول تكسر في الطبقه المتجانسه الهوموجينيوس متجانسه الايزوتروبيك فورميشن، انه الايزوتروبيك فورميشن بمعنى الخواص كلها متجانسه في كل الاتجاهات للصخره، اس بي اف اف يساوي لنا سيجما اتش وول زائد ام بي اف، ويساوي لنا 2 سيجما اتش زائد ام بي اف. Where sigma H wall is the local stress at the borehole wall، يعني الستريس الموضعي الأفقي بالجدار البئر. The fracture extension pressure for this situation، حتى نبدي احنا بدينا سوينا الشق، لا نريد مرت اللخ نطول نطور داخل الفورميشن، واضح؟ is approximated by PFF يساوي لنا سيجما مينيمم زائد ام بي اف، ويساوي لنا سيجما زد على 3 زائد البي اف. يعني السيجما مينيمم اقل ستريسز افقيه، هو يساوي لنا ثلث من الستريس العمودي سيجما زد على 3 زائد البي في فورميشن بريشر. سيز ذا ماتريكس ستريس سيجما زد، ماتريكس ستريس يعني هو اجهاد الطبقات او التكوين الطبقي مال الروكس. فسيجما زد يساوي مثل ما قلنا يساوي لنا الاوفر سيجما اوفر بيردن ماينس البي اف. اذا نعوضها سيجما زد هنا بما يساويها، ذا فراكشر اكستنشن بريشر از اكسبريست، يعني الضغط او البرشر اللازم لتكسير الطبقة الى داخل يعني العمق، يعني بالجدار البئر جانبيا، خلينا نقول احنا مو نقول اريد انيشيشن، لا اريد اكستنشن، انه الفراكتر يكون بالعمق للداخل، هو اللي يهمنا هذا، لانه كل ما يعني كل ما يكبر الفراكتشر داخل الفورميشن معناه اللوسز تكون اكبر، هو هذا اللي يهمنا. فالبي اف اف الفراكتشر جراديانت للفورميشن يساوي لنا سيجما اوفر بيردن زائد 2 بي اف على 3، الكل على 3، واضح؟ هذه المعادله مال هوبرت، هو هوبرت اند ويلس ما اعتقد، اي هوبرت اند ويلس، انه ينطينا الفراكتشر جراديانت او الفراكتشر بريشر اللازم لتكسير الطبقه، يمثل لنا اجهاد الفوقي سيجما اوفر بيردن زائد 2 في الفورميشن بريشر على 3، هي المعادله 22. هاي اول طريقه لحساب الفراكتشر جراديانت. Example: compute the maximum wet density to which a normally pressured U.S. Gulf Coast formation at 3000 can be exposed without a fracture. Use the Hubbert and Willis equation for a fracture extension. أنت أول مرة تحسب the maximum wet density حتى تعالجنا to which a normally pressured طبقة مضغوطة اعتياديا على عمق 3000 feet can be exposed without a fracture، بدون fracture. بعدين use the Hubbert and Willis equation، استخدم معادلة هوبر for fracture extension لتكوين الفراكتشر إلى داخل الفورميشن. Assume an average surface porosity finite 0.41 41% porosity مالته، والporosity decline constant 58 في 10 to the minus 6، هذا يمثل لنا السلوب مال normal trend line. And an average grain density الروجي يعني كثافة الصخرية أو للصخور روجي 2.6 as computed in example 6. طبعا هذا الاكزامبل قلنا في
المحاضرات الأولية أو السكشن الأولي من هذا المقطع. فالحل مالتنا الـ US Gulf Coast Area has a regional normal force. هذه المنطقة بها عدة فوالق كبيرة. Which indicates that the horizontal matrix size انه الاجهاد الافقي لتشكيلة النسيج مال الصخور is much smaller than the vertical matrix stress. Horizontal stress كل يكون كبير فرق عنه صغير عن الـ vertical stress. Equation 32 is an approximate relationship for shallow formation in this type of geologic region. المعادلة هي جد 32. Also from table 6.2 the normal formation pressure gradient. هذا table 6.2 هو أيضا موجود بالمحاضرات السابقة ونوهنا عليه عندكم. يمثل لنا نوع الفورميشن او الفيلد والفورميشن بريشر جراديانت مالت الاعتيادية. بالنسبة احنا اليو اس جلف كوس مثل ما قلنا الجراديانت مالته 0.465 psi per foot، او ممكن نحوله الى 1.074 جرام على السنتيمتر المكعب، واللي هو شفناه يساوينا 8.94 جالن او باوند بير شنو بي بي جي جالن بير باوند بير جالن. هذا وحدات شنو جرام على السنتيمتر المكعب او ما نسميه السبيسيفيك جرافيتي 1.074 اللي هو بالجراديان 0.465 كله نفس الشيء. فنحسب ذا اور بيردن سترا سيجما او بي is computed by equation 6.6. سيجما اوفر بيردن هاي المعادلة موجودة طبعا بال 6.6. سيجما اوفر بيردن يساوي لنا 0.052 في 2.6 السبيسيفيك جرافيتي مال الروكس، في نضربها بال 8.33 حتى تتحول بالباوند بير جالان في 13000 في 3000 على عمق 3000 العمق ماينس 0.052 اور لو 2.6 ماينس هاي الرو مال روك هاي مال البريشر جراديانت 1.074 نضربها في ال 8.33 حتى نحولها للباوند بير جالن، نضربها بالبوروسيتي 0.41 على السي مالتنا او السلوب اللي هو 0.58 في 10 تو ذا ماينس 6 في 1 ماينس اي تو ذا السلوب 85 في 10 تو ذا ماينس 6 في العمق 3000. هاي المعادلة هي موجودة يعني بالسكشنات الأول احنا اللي ما أخذناها. هاي المعادلة نحسبها عن طريق السديمنت البوروسيتي تغير البوروسيتي with trend line اللي هي تعتبر أيضا أحد الطرق لحساب الفورميشن بريشر باستخدام السونيك لوج او اي لوج اخر يحسب لنا الباراسيتي. المهم هاي المعادله نطبقها نحسب السيجما او بي. هنا سبيسيفيك جرافيتي مال الروكس، هنا العمق، هنا هذا الكونستانت هذا سبيسيفيك جرافيتي مال الروكس ناقص هذا سبيسيفيك جرافيتي مال فورميشن في الباراسيتي هاي على هذا السلوب اللي مال الترند لاين بوروسيتي فيرسس ديب، وهنا نفس الشيء يطلع يساوي سيجما او بي 2660 بي اس اي جي. طلعنا سيجما او بي الفورميشن بور بريشر طلع ايضا لان نحتاجه بالمعادله، هو منطينا البي اف شقد الفورميشن بريشر انه 0.465 الجراديانت
في العمق 3000 يطلع 1395 PSI. إذا نروح على المعادلة 32 الفراكتشر بريشر جيفن باي PFF فراكتشر فورميشن بريشر يساوي لنا 2660 اللي هو سيجما أو بي زائد 2 في البي اف 1395 كله تقسيم 3 يطلع 1817 PSIG. واضح؟ فهنا عندك الفورميشن بريشر 1395 وضغط التكسير او ضغط المناسب لتكسير الطبقة propagation of fracture 1817 PSI، يعني الفرق بيناتهم تقريبا 450 PSI. This pressure at 3000 would exist in a static well for a drilling fluid density of قد يحدد لنا الدنسيتي لهذا الفراكتشر جريدينت يساوي لنا الرو 1817 على البوينت 052 في الالف يطلع 11.6 باوند ماس بير جالون. واضح؟ اذا احنا في هذه بهذه الطريقه من نوصل للعمق 3000 يجب ان لا نستخدم دريلينج مود لا يتجاوز هذه الدنسيتي 11.6 فقط حتى ما نكسر الطبقة بالعمق 3000. وهاي تبين أهمية أنه نحسب الفراكتشر جرادينت ولا ننزل بالدريلينج فلويد لحد هذه الزيادة ال 1395، يعني لو نجي هنا نخلي 1395 ونطلع ايش قد تطلع الدنسيتي، فاحنا الرينج مالتنا يكون بين ال 11.6 وهذا الدنسيتي المقابلة للفورميشن بريشر اللي هو 1395 PSIG. هاي طريقة الهوبرت اند ويلس. نجي الطريقة الثانية الماثيوس اند كيلي كوريليشن كويشن 32 generally not valid for the deeper formation. ولذلك احنا شفنا الطريقة السابقة اخذناها للعمق 3000 يعتبر عمق ضحل او قليل. اذا بالاعماق الاكبر من هذا deeper formation اجا ماثيوس اند كيلي سوونا correlation اخر replace with the assumption that the minimum matrix stress was 1/3 of the overburden stress. يعني هذا هنا فرضنا احنا بالليش الطريقة انه المينيمم سيجما زد هو السيجما overburden على من على 3/3. هنا قال لا احنا ناخذ السيجما مينيمم يساوينا اف سب سيجما في سيجما زد هاي الفنكشن معينة where the matrix stress coefficient هذا الاف سب سيجما نسمي الماتريكس تريك كوفيشنت معامل الإجهاد النسيجي خلينا نقول للصخور was determined empirically from field data، ممكن نحدده تجريبيا من بيانات حقلية taken in normal pressure formation ناخذها في طبقات الضغط الاعتيادية. وأيضا for simplicity an average overburden stress sigma OV يساوي لنا 1. ويأخذ sigma OV overburden stress مع الطبقات الفوقية للعمق فوق هذا العمق هو 1 PSI per foot. وأكثر يعني الدراسات والجسمة تستخدمون هذا أنه sigma OV يساوي لنا 1 PSI per foot. والأفريج نورمال بريشر جريدينت 0.465 PSI foot are assumed thus the normal vertical stress السيجما N أو هو يمثل لنا السيجما Z سيجما Z stress become سيجما N يساوي لنا السيجما over burden minus ال formation pressure at the PFN at the normal pressure zone ويساوي لنا DI minus 0.465 DI ويساوي لنا هذا اعتبرنا انه واحد هذا واحد
لأن هو واحد، فنضرب بالدي مثلا دي اي سيجما او بي ناقصا البي اف ان هو 0.465 معناه 0.465 دي اي ويساوي لنا 0.535 دي اي. اذا معناه انه سيجما ان علاقته ويا الدبث بنسبة 0.535 دي اي. The depth di at which a normal pressure formation has a vertical matrix strength present in the abnormal pressure formation of interest. هنا يعني هذا ال di يمثل لنا هو ال stress العمق stress اللي هو نفسه موجود بال abnormal pressure formation. فال di يساوي لنا سيجما زد على البوينت، انه هذا سيجما زد راح نحوله دي اي سيجما زد على 0.533 ويساوي لنا سيجما زد ان العامل مالته انه سيجما اوفر بيردن ناقص الفورميشن بريشر على 0.053 ويساوي لنا الدي ماينس البي اف على 0.535 على اعتبار انه الاوفر بيردن هو نفس الدبث، يعني القيمة مالته 1.0 واحد فاضي في SI per foot، فقد الدبث هو يمثل لنا سيجما اوفر بيردن. هذه المعادلة مال ال هوبرت اند ويليس اعتقد، لا الماثيوس اند كيلي كورليشن، المعادلة النهائية اللي نحسب بيها الفراكتشر جراديانت. اكزامبل ساوث تكساس جلف كورس، هنا راح على شنو منطقة، مو اليو اس جلف كورس، هنا راح على تكساس جلف كورس. فورميشن ات 10,000 فيت واز فاوند تو هاف ا باور بريشر اوف 8,000 بي اس اي. هنا منطقة جراديانت، انه هاي في هذه المنطقة ساوث تكساس بال 10,000 فيت الفورميشن بريشر هو 8000 بي اس اي دي. كومبيوت ذا فراكشر جراديانت، احسب الفراكشر جراديانت يوزنج ذا ماثيوس اند كيلي كورليشن. السوليوشن ذا ايكوفالنت دبث اوف ا نورمال بريشر فورميشن از كومبيوتد ويذ ايكويشن ار 24. الدي اي شي يساوي لنا العمق 10000 فيت ناقص البي اف 8000 على الفاكتور 0.535 يطلع 3.7 على 3.8 فيت. هنا عندنا فيجر ندخل عليه مبني على معلومات حقلية انترينج 6.24 هذا الفيجر بالعمق اللي طلعنا المال نورمال بريشر جراديانت 3.7 على 3.8 فيت يلد ان افريج ستريك كوفيشن، طلع الاف سيجما يساوي لنا 0.59. First, from equation 33 the minimum matrix stress أقل أنه stress يقاوم الروكس أو نسيج الصخور هنا يساوي لنا، طبعا هنا دخل بالعمق اللي هو شقد طلعنا الدي شقد طلع 3738 وين 3738 هنا تقريبا راح على اليمن على الساوث تكساس في هذا على هذا الفيجر. هنا طبعا خطين، هذا يمثل الساوث تكساس جولف كوست، هذا يمثل اللويزيانا جولف كوست، فقاطعه ويا العمق 3700 سقطه طلع هنا تقريبا 0.59 هاي 0.6 هنا في تقريبا هنا 0.59 حسب دوا ما حسبه. فالسيجما مينيمم طلع المينيمم ماتريكس ستريس سيجما اف زد في سيجما زد 0.59، السيجما زد هو الاوفر بيردن ناقص البي اف، الاوفر بيردن يساوي 10000 ناقص ال بي اف 8000 ويساوي لنا 1180 بي اس اي جي. هاي السيجما مينيمم
احنا نريد ال pressure. اذا the fracture pressure given by equation 31 PFF يساوي سيجما مينيمم زائد PF ويساوي 1180 زائد 8000 يطلع 9180 PSIG. اذا نحول الى fracture gradient 9180 قسم على 10000 اللي هو الدب يطلع 0.918 PSI per foot. اذا شنو هنا من خلال الفورميشن بريشر طلعنا الفراكتشر جراديانت وحسبنا از جراديانت بال بي اس اي 9198. ممكن هذا نقسمه على 0.052 نطلع الايكوفالنت دنسيتي المقابله لها اللي يجب ان من يتجاوزها في حفر هذه الطبقة بعمق 10000 فت حسب الطريقة الثانية. شكرا لصائكم. نكمل بالمحاضرة السابقة البيني بيكر كوريليشن.